لمناسبة أسبوع الآلام عند الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الشرقي للـ BCI بترافقكن. الجمعة خدمة جنيز المسيح من دير سيدة البلمند البطريركي مع رئيس الدير لأرشمندريت رومانوس الحنات 5 بعد الظهر. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم. الأحد الهجمي والداس الفصح 8:30 الصبح، والداس تنين البعوث من كاتدرائية القديس جورجيوس بيروت برئاسة متروبوليت بيروت وتوابعة للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي 10:30 الصبح مباشرة على الـ LBCI.